اوكي شباب نكمل. عندنا قلنا التايتل، خلنا ناخذ هذا كوبي نجيبه هنا، نسوي بيست نسوي ران. حاليا ظهر عندي this paragraph. اذا مررنا الماوس على this paragraph لا تلاحظ تظهر عندي I am هذه I am tool tip. اوكي tool tip، نغيرها اي شيء SS، نسوي ران. لاحظ ايام اس 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 اوكي. فمتمر عليك اي هنا موجود مثلا ماي نيم يحيى ما يظهر شيء، بس من تحدد له التايتل، تحدد له تايتل هنا نقول له نروح عليه ايام اس 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 هذا الشكل فقط. هاي ميزة الاتريبيوت تايتل. اوكي شنو عندنا بعد؟ خلينا نشوف. تمام. أما بالنسبة للهيدنج، فالهيدنج يعني العناوين اللي تعرفنا عليها بالدرس الأول، على أول عفوا في الدقائق الأولى اللي شرحنا بيها على ال H1 H2 H3 HTML باراجراف. حكينا عن باراجراف إنه هو بي تاك، فد شي بسيط. HTML ستايل، نضغط على HTML ستايل عفوا شباب، إذا أمكن تدعمون قناتي تسوي لها مشاركة حتى الناس تشوفها، الناس اللي تحب تتعلم واللي تطور من نفسها. اوكي حاليا الستايل بهذا الشكل، قلنا له اتريبيوت ستايل. شنو الفائدة من عنده؟ هنا ستايل حتى باك جراوند كلر يعني خلفية، هاي التنسيقات خاصة فونت فاميلي، تقدر تحدد الفونت سايز، اي شيء خاص بيه الستايل. طبعا الستايل بعدين نحكي بيه كثير، هي التعامل مع السي اس اس. اوكي HTML text formatting مجرد انه تنسيق، ما عندي اي شي بيه. عندنا هنا خلي نجيب هذا البي ونشوف شلون يطلع باي شكل، نسوي له ران مجرد بولد. اوكي بولد يعني مجرد تدخين الخط بهذا البي، يعني مجرد انت هسه مثلا قاعد تكتب بوسط الصفحة تريد هذا الكتابة the text is bold. اي كتابة انت عندك مهمة تحددها ببي يعني بولد. هاي التكست فورماتنج، يعني انت مثلا عندك سترونج يعطيك نفس الشغل تقريبا. اما الاي هاي شنو يسوي لنا؟ خلينا نجي نشوفها، نضيفها، نجي هنا اخر شي the text is مثل ما تلاحظ هاي صايرة بولد وهاي صايرة بخط مائل. ماشي ال EM خلينا نشوف شغلها. خلينا نجي هنا نسوي BR، تجي هنا تسوي BR اخرى. تمام بي ار، تجي هنا تسوي بيست، تجي هنا الاي ام، تلاحظ الاي ام تعطي نفس الشغل الخاص بالاي، سمول كتابة صغيرة. المارك شوية، خلينا نشوف المارك، ميلك، لاحظ ان الميك صارت باللون الاصفر بهذا الشكل، تعطيك مارك. يعني المارك بمعنى انت مثلا تريد تخلي فد كتاب معينة باللون الاصفر بهذا الشكل، تكون يعني تكون خلفيتها باللون الاصفر، يعني اهميتها دي، اهمية هذه الكتابة. فانت تقدر تشتغل باللي انت تحب، اللي انت تحبه. هسه خلينا نجي نشوف احنا مجرد التجربة.
ماشي. فهنا تحدد، هنا مجرد تسوي له ران يقول لك البلو وريد. اذا تلاحظ انه الديل معناتها هذا شيء محذوف داخل بلو، اما الاي ان اس فصاعد جوا خط. فاذا اهمية هذه النقطة، مثلا اهمية هذه النقطة، تقدر تستخدم التاك اي ان اس، اي ان اس اوكي دي اي ال اوكي دي ال، كأنما تتعامل مع أمور مهمة. مثل حاليا هسه هنا عندي هذا شيء مو مهم فيكون محذوف، يعني شيء مجرد محذوف. أما إذا كان جوا خط إذا هذا شيء مهم. نكمل الساب، نشوف شو من السيغل الساب. ألغيها بالـ EBR تهنا. هنا عندنا بي ار، ننزلها شوية، نسوي ليران، تمام. تباوع السب، يعني شنو سب؟ يعني بمعنى يكون يعني هسه هاي this is، بس صارت السبسكرايب يعني، او سبسكرايبتد يعني الاشتراك، مثلا اشترك صار جوا. معناها هاي بس ميزات الساب، انه تنزل الكلمة جوا. وهاي تقدر تقرأ، انت تدخل على الموقع وتقرأ اكثر. خلينا نشوف لك وشنس. كثير من الامور موجودة، خلي نشوف وقت الفيديو. شباب كمان.